السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الأول الابتدائي. موضوعنا لهذا اليوم هو صلاح فلاح، وحرفنا هو حرف الإح. حرف الإح، شلون راح يكتب حرف الإح؟ لحظة أعزائي التلاميذ، إح أولية، إح آخرية، إح أولية. راح نصادق الإح ويا الآحا، إح أو حو، إح إي حي، إح إي آخرية حي. صح، المقاطع القصيرة، إح فتحة ح، إح ضمة حو، إح كسرة حي. ويا التنوين، إح تنوين الفتح حن، إح تنوين الضم حن، إح تنوين الكسر حن. إذن اسم حرفنا هو صوته هو صوت إح. إح إح، حا حو حي، حا حو حي. عقر الدرس أعزائي التلاميذ، تبعوا معي. صلاح فلاح، عنده حقل يزرع فيه القمح، محاسن فلاحة تحلب البقرة، تربط الحصان بالحبل وتقدم له الحشيشة. أعزائي التلاميذ، اليوم موضوعنا عن هذا الرجل هو اسمه صلاح، وهذا صلاح فلاح. شي يسوي الفلاح؟ يزرع ويحرف، هذا هو عمل الفلاح. زين، هذا صلاح شنو عنده؟ عنده حقلون. شي يزرع بيه؟ جاي يزرع القمحة. القمحة هو جاي يزرعه صلاح. زين، بس صلاح فلاح؟ لا، محاسن فلاحة. محاسن فلاحة شنو عملها؟ شتشتغل؟ تحلب البقرة وتربط الحصان. هذا الحصان شوفوه جاي تربطه بيما بالحبل، تربطه وتنطي الطعام. شنو الطعام مات الحصان؟ الحشيش. يوميا تقدم له الحشيش. يلا أعزائي التلاميذ، راح نقرأ قراءة مقطعية، تابعوا معي. ص فتحة ص، لا صلا، حن صلاح، ف الفل، لا فلاح، فلاح، عين عين، د عنده، عنده، حق حق، لن حقل، ي اي فتحة ي، از يز، ر فتحة ر، يزرع، يزرع، في هي فيه، ال ما نقول ال، ليش؟ لأنه همزة واصل محلاها نكتبها وما نقراها، يعني القائم القم، ح القم ح، ما ح ما ح، هذا الحاء. تابعوا أعزائي، هذا مقطع حاء، ما ح محا، سي محاسي، نو محاسي نو، فل فل، لا فلا، ح فلاحة، تن فلاحة، ت اح تح، لو تحلو، بو تحلبو، الب ق البقاء، ر البقرة، ت البقرة، تر تر، بي تربي، طو تربي، طو، الحي صا الحصا، نه الحصانة، بي ال بل، ح بالح، ب بالحب، لي بالحبلي، و تو ق توق، دي تقدي، مو تقدم، ل هو له، ال
الح الح شي الحشي ش الحشيشة. أعزائي التلاميذ، نكتب الحرف والمقاطع مع كتابة الموضوع مرتين في الدفتر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.